الخير على بلادنا، ونتمنوا الرئيس المقبل ان شاء الله يجيب الخير على يجيب الخير ان شاء الله لبلاد. نتمنوا تكون في المسيره القادمه مشاريع تنمويه تنفع بها ولايه تبرد وكل المواطنين ان شاء الله. ندعو شباب ولاية تبرد إلى الانخراط في هذا المسار والوقوف يدا إلى يدا بيد نحو إنجاح هذا المسار الانتخابي. نتمنى تكون الانتخابات ناجحة موصومة بالديمقراطية وبكل شعبية، ويحقق من خلالها الشعب الجزائري كل ما يطمح وكل ما يسعى. نتمنى ان شاء الله يكون عرس انتخابي يفرح فيه كل الجزائريين. نعملوا انه اللي راح يكون رئيس سواء الرئيس الحالي او اي مترشح اخر يكون عنده نظره منطقه، هذه يعرف اللي عندها وزن، وتكون ثاني تساهم على الاقل في التنميه ولا في جذب المشاريع للمنطقه الكبرى، ونتمنى المشاركه يعني خصوصا من عنصر الشباب.